تأسست شركة كوكلي في عام 2009، وبعد أن واجهت الشركة ما يزيد عن 400 إخفاق في تجاربها في السنوات الماضية، وكنا لا نزال نستطيع حل مشكلتين رئيسيتين وهما تحمض التربة وقلوية التربة. في أحد الأيام وبعد هطول الأمطار، وجد السيد سن الرئيس التنفيذي لشركة كوكلي 5 حلزونات وضعهم في إناء على طاولة المختبر. لدهشته من طريقة حياتهم، لسوء الحظ ماتت كل القواقع، ولشعوره بالذنب تجاههم دفنهم بجانب شجرة برقوق ذابلة. وبشكل غير متوقع وبعد 7 أيام بدأت شجرة البرقوق المحتضرة تظهر عليها علامات الحياة مرة أخرى وبدأت في الازدهار. وهنا كانت البداية. في عام 2013 تعاونت شركة كوكلي مع الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية، واستخرجت مادة حمض البوليمر من الحلزون عن طريق تقنية الاستخلاص الانشطاري بالضغط البارد للخلايا المبردة، وأطلق عليها اسم مادة حمض البوليمر PAS. تضيف كوكلي مستخلص القواقع في الصناعات الزراعية، مما أدى إلى إنشاء فئة جديدة من الأسمدة الحبيبة القابلة للذوبان في الماء. غيرت كوكلي الرأي السائد بأن السماد الحبيبي القابل للذوبان في الماء لابد أن يكون مسحوقا أو سائلا فقط. مميزات حمض البوليمر أو الـ PAS. أولا، تمتص البوليمرات مع خاصية النفاذ الفائقة السرعة، ومن ثم يساعد على الاحتفاظ بالمياه داخل النبات وتعزيز تأثير الأسمدة. ثانيا، تنشط القدرة على تجديد الخلايا والوظائف الفيسيولوجية، وتحفز إنتاج عوامل نشطة غير محددة في النبات، وتنظم التوازن الداخلي. ثالثا، يمكن للبوليمر حماية الأنزيمات من التحول إلى مواد كيميائية مقاومة في النباتات، وتحفيز البروتينات المقاومة بشكل فعال، وتعزيز دفاع النبات ضد الأمراض والآفات الحشرية. رابعا، يمكن تحسين الكتلة الحيوية الميكروبية والوظيفية البيئية في التربة، وتحسين الخواص الفيزيائية والكيميائية للتربة، وكذلك تصلب التربة والقولنة والتحمض. والآن مع اختبار الـ pH. دعونا نجري اختبار pH بواسطة طفي تبغ السجائر وحمض البوليمر. لنضع ورقتي اختبار ليكون المستوى من 9 إلى 10، وهو قلوي، مما يعني أنه يمكنه ضبط التربة القلوية، إلى 7، ويمكننا أن نرى التغيير ما بين المعامل بالبوليمر والغير معامل. الآن نضع ورقتين مرة أخرى لاختبار درجة الحموضة في الكوكاكولا، تكون حوالي 7، وبعد المعالجة بالبوليمر نرى أن مستوى درجة الحموضة انخفض ليكون حوالي من 4 إلى 5، مما يعني أنه يمكنه ضبط التربة الحمضية. وأخيرا، قمنا باستخراج مادة البوليمر PAS من البازلاء لتكون بديلا عن القواقع والحلزون، ونضيفه إلى كوكلي بتقنية متقدمة جدا. الآن أصبح الحلزون رمزا لكوكلي. عندما تم إنقاذ شجرة البرقوق بواسطة PAS قبل 8 سنوات، فهي تنمو إلى الآن بشكل جيد جدا. وبعد 8 سنوات أخرى يتم الآن تصدير كوكلي إلى أكثر من 30 دولة حول العالم.